دواليل الأوردة الساق هو مشكل الدورة الدموية في الأطراف في الساق. الدورة الدموية تكون ثقيلة، الدم تيصعب عليه باش يكون التصريف ديالو من الأطراف إلى القلب. السبب الأول اللي تنلقاو عند الناس هي الوراثة، تتلقى هذا المرض وراثي، تيكون العريقات تيكونوا باينين في الساق بصفة وراثية عند الأشخاص. دونك من بعد الوراثة تيكون السن، الواحد ما حدو تيكبر في السن هو تيتعرض لهاد الدواليل الأوردة الساق. دونك ملي كنت تيكونوا بعض المرات حتى شي شابات ولا شاب صغير 18 عام تيتقاس عنده الدواليل كثار، دونك الواحد ما حدو تيكبر هو تيتعرض لهذا الشيء. من غير هاد الأسباب هادو تيكونوا الأسباب بحال الوزن مزايد هو سبب كبير ديال لي فاريس. من غير الوزن مزايد كاين الخدمة العمل، تيكون الحمل عند العيالات وغالبا تيكون الحمل الثاني اللي تيسبب لي فاريس كثار. من غير الحمل كاين الكينا الهرمون اللي تاخذ الكينا مع الحمل ولا شي هرمونات اخرين كلهم ياثروا ليها ويسببوا ليها الدواليل الأوردة الساق. وكاين اللي عنده اللي الكعب العالي اللي تيدير لي طالون كل نهار والخدمه ديالو باغيزون تلتزم عليه باش يلبس لي طالون ولا تلبس لي طالون كل نهار تيتعرض لهاد الدواليل. ومن غير هاد الاسباب تكون اسباب اخرى بحال السخونيه اللي تيتعرض للحمام بزاف ولا اللي تيدير ليبيلاسيون بلاسيغ سخونه في الرجلين تيتعرضوا باش يخرجوا داك العريقات الشعيرات العنكبوتيه الحمر اللي تيكونوا الحمر. لي فاريس التشخيص ديالهم سهل، المريض يقد يشخصهم بسهوله حيت تيبانوا العريقات في الساق الاغلبيه ديال الوقت. دونك سوا تيكونوا داك الشعيرات العنكبوتيه تيكونوا سوا حمر سوا شويه تبداو يزرقوا ولا كانوا كبار شي شويه، ولا تيكونوا داك لي فاريس المحبلين اللي تيكونوا منفوخين في الساق. دونك هاد التشخيص تيكون ديجا داكشي باين غير بالفحص. تيعطيو هاد لي فاريس ماشي مشكل تجميلي، هو مشكل ديال الدوره الدمويه، تيعطي الالم يمكن يعطي الالم عند بعض الناس، تيعطي ثقوليه في الرجلين، يمكن يعطي الكلاكاج لي كرامب بالليل في الساق، تيمكن يعطي الحكه في شي مراحل متقدمه، تيمكن رجل تنفخ بسبب هاد لي فاريس سورتو في الاخر ديال النهار تتنفخ مع الوقوف وداكشي تتنفخ رجل ولا من بعد شي سفر. دابا تطور العلاج، كنا نعالجو بدون جراحة حتى هادوك العروق الكبار المحبلين داك لي فاريس المحبلين اللي قبل كنا كنقدو نعالجوهم غير بالجراحة، دابا ممكنهم يتعالجو غير بشوكة. دونك ولا كان العروقة ماشي متوسعين بزاف تنعالجوهم غير بواحد الرغوة، واحد تيتسمى بالتصليب والحقن. دونك تيمكننا نعالجو الواحد غير بشوكة ولا جوج وتيخرج يكمل حياته نورمال بدون آلام بدون عذاب. دونك تنعالجو إما بالرغوة والشوكة بالرغوة، إما دابا باللايزر بالقسطرة، سيتادجير بواحد الشوكة تندخلو واحد الكابل لازير اللي تيعالج لي فاريس من الداخل. داكو هذا اللي تنقدو نعالجو داك العروق اللي كبار بزاف وغير بنج محلي. دونك الواحد تيخرج ما عنده لا ندوب، تيخرج من بعد العمليه مباشره بدون عذاب. دونك العلاج ديال لي فاريس رجع تيعطي نتائج احسن وما بقاش المريض تيتعذب من بعد العلاج. الوقايه من شي واحد يكون عنده هادشي وراثي، عنده الوالدين ديالو عنده لي فاريس ولا شي حاجه، خصو ضروري يقد هاد الاسباب اللي هضرنا عليهم في الاول. دونك الواحد خصو يحاول يدير شي شويه رياضه وشي رياضه اللي موالمه، يتجاوز داك الرياضه اللي فيها التنقاز في نفس البلاصه ولا الحديد ثقيل لا ميسكولاسيون ثقيله، خصو يدير رياضه بحال السباحه لا مارش الجرا لو فيلو البيشكليت الاي بي ام. دابا دونك يفضل هاد العلاجات هادو هاد الرياضات هادو. ومن غير هاد النصائح الواحد الكعب عالي يتجاوزو، اللي عنده القبط يمكن له يقادو غير بالتغذيه، والبواسر حتى هما يمكن لهم يتقادو غير بالتغذيه، واللي عنده داك القدم المستويه اللي تنسموه لي بي بلا تنصحوه ياخذ واحد لي سوميل باش يديرهم في الصباط باش تكون الدوره الدمويه تدور حسن ملي تيدير داك لي سوميل.
شكرا دكتور على المعلومات اللي قدمت لنا. نبغيو ناكدوا مشاهدينا باللي لي فاغيس هما مشكل في الدوره الدمويه بالنسبه للاشخاص اللي كيكونوا عندهم لي فاغيس وراثيين في العائله. نذكروا ان كاين عدد من سبل الوقايه، الرياضه مهمه، نتفاداو المسكولاسيون كيف ما قال دكتور، نتمشاو شويه، نديروا الفيلو او لا نمارسوا السباحه، فغادي ممكن يكون لها دور كبير في اننا ما نتعرضوش او لا ما نتصابوش بلي فاغيس.